هتبتدي تقرا الجيم، هتبتدي تشوف كل مدرب من الاثنين مدربين هو عايز ايه، بيبان في اول 10 دقايق بالظبط. هل جوميز حاسس واصل له الاحساس ان النادي الاهلي مثلا فايق عليه الفتره الاخيره دي كلها؟ اكيد هو واصل له الاحساس ده. طيب هيعمل ايه؟ هل هو هيشتغل على الشغل دوت ويبتدي يأمن الدنيا وما يسيبش مساحات ويبتدي يقف ويقابل من نص ملعبه، ولا هل هيبقى حاطط في دماغه ان انا لا انا هفاجئ الاهلي وان انا هبتدي ان انا اضغط ضغط متقدم من قدام، اضغط على المدافعين يمكن يغلطوا، وزي ما الكابتن اسماعيل قال النادي الاهلي او الكابتن سيد قال برضو نادي الزمالك عنده 2-3 لعيبه كويسين عندهم حلول مهاريه كويسه، الزمالك كويسه بصراحه بالظبط بالظبط. ولكن النهارده المعركه معركه خط الوسط. برافو عليك. معركه خط عليك. الوسط انت دلوقتي لما بتشوف خط الوسط وتيجي تقيس نادي الزمالك الفتره الاخيره او وهو بيلعب البوليس الكيني، فلا بيلعب بعبد الله السعيد وناصر ماهر وسايب دونجا لوحده. هل الكلام اللي بيتعمل قدام البوليس الكيني كابتن اسماعيل لا. ممكن يتعمل قدام النادي الاهلي وان انت سيب دونجا لوحده قدام خط وسط متكامل ماشي يزعل. ماشي بشكل كويس نادي الاهلي ماشي بشكل كويس في وجود اكرم توفيق وامام عاشور ومروان، هل يقدر يخاطر؟ اعتقد هيبقى من الصعب جدا. عشان كده انا قلت ان هو لازم يلعب بثلاثة نص الملعب بالظبط، ما يلعبش 4-1 4-1 اللي انت بتلعب النادي الاهلي. وانا اتفق معاك بشكل كبير جدا في دخول محمد شحاته نص الملعب، لان محمد شحاته وجوده كباك رايت هو الراجل ابراهيم بيحاول وبيأدي، لا بعيد ولكن بعيد عليه صعب، ولكن هيتظلم في المكان دوت لسه عايز وقت طويل قوي علشان يعرف الوقفه المظبوطه بتبقى عامله ازاي، مش قادر ياخد راحته ان هو يكمل لحد اللاين للاخر علشان يعمل كره عرضيه مش بتاعته. صحيح. عمر اما بيبقى موجود ده مكانه، وعمر اما بيروح ناحيه الشمال ولعب ناحيه الشمال كم ماتش بيأدي، بس برضه عمر بيقل كتير، مش 100% وان كان عمل جون حلو قوي المباراه الاخيره قدام البوليس الكيني، ولكن لاعب كل واحد يا ابراهيم على عدلته. ديت بص دي دايما سياستي في الكوره، لاعب الراجل في مكانه على عدلته. كنت بتتضايق من تغيير المراكز؟ بص طبعا اكيد، لان طبعا انا لعبت باك رايت كتير. أيوة. ويمكن ما كنتش حاببها. أيوة. الاول بس جوزيه كانت ايده تقيله. لا بس لازم نسمع الكلام. بس اقول لك على حاجه، احنا والكابتن سيد موجود، احنا الفتره دهيت كان في امكانيه ان انا اروح براحتي وهاجم براحتي، لان ماشي. كان عندي ثلاثه سردباكين وليبرو، فالثلاثة مأمنين، وعندي كان ساعتها محمد شوقي موجود وحسن مصطفى موجود. أيوة. فعندي خمسة سفاحين. أيوة. فده كان بيخليني أروح وأعمل وأشتغل براحتي. كنت بتضايق الأول، ولكن اتعودت بقى بعد كده خلاص ما بقتش فرق. هل أنت بتحاول تقنعنا إن أنت يعني ما كنتش يعني كل الكلام ده كله عشان خاطر تقول يا جماعة أنا من الآخر بخاف منه خلاص. أنت عايز توصل لدي؟ ما كنت بخاف منه يا أخي. اكون ربع ساعة عمال تجي يمين وتطلع الدائري وتنزل الباب، ما تقول بخاف واسمع كلامه بقى. ما انت سأل السؤال وانت عارف ان بخاف.